أهلا بيكم يا أصحابي في رحلة جديدة من رحلاتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سامحة. حكايتنا النهاردة عن دايرة بتظهر في السماء، ساعات تبقى فضي وساعات تبقى ذهبي. إيه بقى الدايرة اللي ممكن تبقى فضي وإيه الدايرة اللي ممكن تبقى ذهبي بتطلع في السماء؟ الشمس والقمر. والقمر يعني كلنا عارفين إن كل يوم الشمس بتطلع الصبح والقمر بيطلع بالليل، لكن في قصتنا في يوم من أيام الشتاء والشمس خلاص غربت، يعني خلاص اختفت من السماء، بدأت البومة تصحى من النوم والديك بيستعد إنه ينام. بص الديك للسماء وقال: خسارة، الدايرة الذهبي اللي أنا بحبها اللي لما بتطلع في السماء بتخلي الدنيا منورة ودفى وجميلة مشيت خلاص وراحت تنام. والبومة بدأت تصحى وتبص للسماء وتقول: ياه، الدايرة الفضي دلوقتي هتطلع. الديك يقول لها: الدايرة مش فضي، الدايرة ذهبي. البومة تقول له: لا، الدايرة فضي مش ذهبي. مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ الاثنين صح. الاثنين صح ولا غلط؟ الاثنين صح. الاثنين صح. الديك بينام طول الليل ويصحى طول النهار، فبيشوف ايه؟ الشمس. والبومة بتنام طول النهار وتصحى بس بالليل فبتشوف القمر. القمر. الديك بدأ يصيح بصوت عالي ويقول: الدايرة لونها ذهبي. والبومة تنعق بصوت عالي وتقول له: لأ، أنا قلت لونها فضي. الديك يقول: طب لما بتطلع في السماء الدنيا بتبقى دافة. والبومة تقول: لأ أبداً، الدايرة الفضي لما بتطلع في السماء، السماء بتبقى كده كلها منورة وبتبقى الدنيا كده فيها إيه، هوا وجميلة وما فيهاش أي حرارة. بدأت الحيوانات والطيور كلها تصحى، كل الطيور اللي بتصحى الصبح وبنشوفها كده تقول الدايرة لونها إيه؟ ذهبي. وكل الكائنات اللي بتصحى بس بالليل زي البومة وزي الخفاش وزي الضفدعة وزي الكروان اللي كتير بنسمع صوته بالليل كده بيبقى صوته جميل قوي لو سمعتوه، يقولوا كلهم الدايرة لونها إيه؟ فضي. بدأوا كلهم يتخانقوا مع بعض. الأول الخناقة كانت ما بين البومة وما بين الديك، الغابة دلوقتي بقت كمان كلها بتتخانق مع بعض. مين اللي كان بيبقى صاحي بالنهار؟ الكلب. بيبقى صاحي بالليل؟ الكلب. الكلب. الكلب ينبح ويقول لهم: أرجوكم أنتوا الاثنين صح، ما تتخانقوش، اسمعوا بعض، أرجوكم لو سمحتم، أنتوا بتتخانقوا ليه؟ أنت يا ديك بتنام طول الليل وبتصحى بالنهار فبتشوف الشمس، وانت يا بومة بتنامي طول النهار وتصحي بالليل فبتشوفي القمر. سمعوا كلامه؟ ابدا. لسه الديك بيصيح بصوت عالي والبومة بتنعق بصوت عالي، والديك خلاص مش عايز ينام، والبومة صحيت ما بتشتغلش، لكن هما لسه بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا. الشمس سمعت إن البومة مش بتحبها وبتحب القمر وبتحب الدايرة الفضية، قالت كده: طب خلاص أنا كمان طالما في كائنات مش بتحبني مش هطلع في السماء. والقمر هو كمان سمع الديك والعصافير بيقولوا: إحنا ما بنحبش الدايرة الفضية، إحنا بنحب بس الدايرة الذهبية عشان بنشوفها وبيبقى الجو دافى وجميل. القمر طلع؟ لا. والشمس طلعت؟ لا. يعني لا الشمس طلعت ولا القمر طلع، وهم لسه بيتخانقوا. الحاجة اللي كانوا بيتخانقوا عليها ما عادتش موجودة، ما عادتش بتطلع، بس هما لسه بيتخانقوا. الغريب بقى إن الخناقة الأول كانت ما بين الديك وما بين البومة، دلوقتي بقت من كل الحيوانات والكائنات الموجودة في الغابة. طول ما احنا بنتخانق هنشتغل؟ لا. طول ما احنا بنتخانق هنعمل حاجة مفيدة؟ لا. الضفدعة مثلاً يا أصحابي بتيجي بالليل بتاكل فيران، الفيران دي بتطلع بالليل تاكل كل الزرع المفيد اللي الطيور والحيوانات بتتغذى عليه. طيب فضلت بقى الضفدعه تاكل الزرع ده دلوقتي؟ لا. لانها بتعمل ايه؟ تتخانق. طب كمان البومه نفسها كانت بتاكل حشرات بتطلع بالليل عشان تبوظ الزرع وتخليه كله يبقى فيه امراض، لو كلناه نتعب برضو. بدأت تشتغل هي كمان البومة ولا لسه بتتخانق؟ لا بتتخانق. كلهم بيتخانقوا وكلهم عمالين صوتهم عالي، ومين اللي عمال يقول لهم: حرام عليكم انتوا بتتخانقوا ليه؟ الكلب. اسمعوا بعض. الكلب. انتوا الاثنين صح بس اسمعوا بعض. ازاي تكونوا اصحاب ومش عايزين تسمعوا بعض؟ ازاي تكونوا عايشين في مكان واحد حتى لو مش اصحاب بس كلكم مختلفين مع بعض؟ ينفع كده؟
لا. ينفع نبقى عايشين في مكان واحد وكلنا ما بنسمعش بعض؟ كل واحد بيسمع نفسه بس؟ لا لا ما ينفعش. لازم كلنا طالما في مكان واحد لازم كلنا ناخد بالنا ان احنا كل واحد فينا له رأي يسمع رأي التاني وجايز يكون رأيه صح، لكن للأسف محدش يمكن بيسمع التاني. احنا عارفين يا أصحابي ان السماء لما بتمطر المطر ده بينزل على الزرع بيحصل له ايه؟ بيكبر وبينزل على الخضار والفاكهة والحاجات المفيدة اللي احنا بناكلها بيحصل لها ايه؟ بتستوي وبيبقى شكلها حلو وبناكلها. هل الغابة لسه الدنيا بتمطر فيها؟ لا. السماء بتبعت الخير بتاعها اللي هو المطر؟ لا. الشمس بتطلع؟ لا. القمر بيطلع؟ لا. الدنيا ضلمة طول اليوم، هيبقى فيه بقى أكل؟ لا. الحيوانات والطيور هتقدر تاكل؟ لا. ولا في أكل خالص ولا في أي غذاء. لما يبقى فيش غذاء خالص وما فيش أي أكل ولا في أي حاجة خالص هيموت. هتنتشر إيه بقى كمان؟ الأمراض، لأن لا البومة أكلت فيران الحقل ولا كمان الضفدعة أكلت الحشرات، فانتشرت الأمراض في كل مكان في الغابة. لما يبقى فيه أمراض كتير لا قدر الله بيحصل إيه؟ بيحصل لنا إيه؟ بنتعب. وكمان هما لسه الاتنين، أدي الديك وأدي البومة، لسه بيعملوا إيه؟ متخانقوا. سمعوا كلام الكلب؟ لا. سمعوش كلام الكلب. يوم بعد يوم بدأت الحيوانات والطيور في الغابة تقل، ما فضلش منهم غير شوية ريش، ملا السما كله، ما فضلش غير ريشة من الديك وريشة من البومة. طاروا لحد ما وصلوا لحد السما. عارفين حصل لهم إيه؟ ميه. هنا بس بقوا أصحاب. ليه بقى؟ لأن السما يا أصحابي بتضلل علينا كلنا، ما بتفرقش بين حد غني ولا حد فقير، ما بين حد قوي ولا حد ضعيف. السما بتدي خيرها المطر اللي بينزل منها لكل الناس، لكل الكائنات، للطيور، للحيوانات، ولينا إحنا كمان. لما كل واحد فينا يفكر بس إن رأيه هو اللي صح وما يسمعش رأي التاني، يحصل إيه؟ يحصل لنا إيه؟ نعيش في سلام؟ لا. أو نعيش ونبقى مبسوطين؟ لا. لكن لما نسمع بعض ونفهم بعض ونعرف إنه ممكن يكون حد فينا صح وكمان اللي قدامه صح، بس إحنا مش بنحاول إن إحنا نسمعه. كمان حاجة تانية عايزة أقول لكم عليها، لما إحنا لينا صاحب زعلان من حد تاني على طول نزعل من الصاحب التاني ده من غير ما نسمع الحكاية ونعرف صاحبنا مش جايز يكون غلطان؟ لا. يعني دلوقتي الحكاية بدأت ما بين مين ومين؟ البومة والديك. ليه بقى كل الطيور هما كمان بقوا يتخانقوا مع بعض؟ طب مش جايز لو حد فيهم بدأ يفكر في كلام الديك يقول له على فكرة البومة ما غلطتش، البومة بس بتشوف القمر، فأنت ليه بتتخانق معاه؟ مش جايز برضو الكائنات اللي خدت صف البومة زي الخفاش والكروان والضفدعة ممكن تفكر شوية وتقول له البومة على فكرة الديك ما غلطش، الديك بيقول الدايرة ذهبي لأنه هو بيصحى بالنهار بس فبيشوف الشمس. لو كان ده حصل بقى كانت الحكاية انتقت على إيه؟ كانوا عاشوا كويس ولا لأ؟ لا. مش كانوا كلهم هيعيشوا كويس لو كلهم بيسمعوا بعض؟ اه. ولو كان البومة سمعت أو لو حد من الكائنات اللي زيها بتنام طول النهار وتصحى طول الليل حاول ينصحها، مش كان ممكن تفكر في الكلام ده وتلاقي إن الديك مش غلطان؟ اه. لكن هم على طول ما فكروش، وعلى طول أسهل حاجة عندهم هي إيه؟ يتخانقوا. أظن طبعاً كلنا رأينا هيبقى نفس الرأي وهنقول إنه الاتنين صح بس الاتنين في نفس الوقت غلط. فالزورة دي يعني إيه الاتنين صح والاتنين غلط؟ الاتنين صح إزاي؟ لأن رأيهم صح بس ليه الاتنين غلط؟ عشان يتفهموش مع بعض، عشان ما بيتفهموش مع بعض وبيتخانقوا وما بيسمعوش بعض. مين بقى أكتر حد في القصة دي كان كده بيفكر صح وكان عايز الدنيا؟ الكلب هو الكلب الوحيد اللي كان فاهم إن الاتنين صح وبيحاول ينصحهم. هم سمعوا النصيحة؟ لا. مهم قوي كمان إن إحنا لما حد ينصحنا نسمع النصيحة ونفكر فيها ونقول جايز كلامه يبقى صح ونستفيد منه، لكن إن إحنا ما نسمعش نصيحة حد، نسمع بس الكلام اللي في مخنا إحنا، مش دايماً هنبقى صح، وممكن الرأي التاني يفيدنا ويخلينا نتصرف صح ونبعد عن أي مشاكل ممكن تخلينا في النهاية ما نبقاش مبسوطين. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة اللي كانت ما بين الديك وما بين البومة، اللي كل واحد فيهم ما كانش بيسمع غير نفسه بس. متهيألي
كلكم هتبقوا عارفين ان التصرف ده تصرف مش حلو، مفيش حد فيكم هيعمل كده، ودايما هيدي للي قدامه فرصه انه يسمعه، ودايما هيشوف انه ممكن يسمع راي تاني من اصحابه يستفيد منه، ويسمع النصيحه ويفكر فيها، وممكن النصيحه دي تكون نصيحه مفيده. ايه رايكم في قصتنا النهارده؟ حلوه. اه عجبتنا؟ عجبتنا. ايه اكتر حاجه عجبتنا في قصتنا النهارده؟ ان الكلب بيدافع عنهم هما الاثنين. اه ان الكلب حاول انه يصلح الموقف، مش قال وانا مالي خليهم يتخانقوا. ايه كمان؟ لازم نتفاهم مع بعض، ولازم كلنا نسمع الراي التاني ونشوف هل هو صح ولا غلط قبل ما نقول انه غلط. دي كانت قصتنا النهارده، واشوفكم في رحله سعيده جديده وحدوته جديده من حكايات ماما سماح.